برحب بضيوفك الكرام كابتن محمد حلمي. ثلاث نقاط مهمين لمسيرة الزمالك، يمكن ماتش صعب النهاردة في اسكندرية، الاتحاد حاول يجاهد خلال الشوط الأول والثاني، لكن بنبارك لحضرتك على الثلاث نقاط. والله الحمد لله، وإحنا ما بنلعبش فرقة صغيرة، بنلعب فريق كبير عظيم اسمه الاتحاد السكندري، معاه جهاز فن محترم، معاه مجلس اداره محترم، معاه جماهير اسكندريه والجماهير الثانيه اللي بره اسكندريه، برضو في ناس بتحب الاتحاد وتشجع الاتحاد، فاحنا كيان كبير، احنا بنلعب مش بنلعبش فرقه صغيره، المباراه لازم تبقى صعبه ولازم تبقى قويه بين الفريقين، واتمنى ان يكون الفريقين ادوا اللي عليهم. النتيجه جت لنادي الزمالك، نقول للزمالك مبروك والاتحاد هارد. كابتن حلمي، السباق على الثلاث نقاط والدوري، يمكن يبقى النهارده شفنا فيه شويه توتر كده داخل الملعب، الزمالك عايز يهدف جون في الشوط الاولاني في الدقايق الاولانيه، والزمالك مش عارف يهدف خلال الشوط الثاني، ايه السبب؟ ما فيش سبب، هي عمليه صربعه بس واستعجال، عشان يعني في لعيبه كتير موجوده، لعيبه كبار في الملعب، لعيبه هدافه نفسها ان هي تسجل عشان تاخد ثقه، فكل واحد عايز يسجل، فكانت القرارات بس مش مظبوطة في التوقيت المناسب يعني، لكن ان شاء الله في المرحلة الجاية كلهم يسجلوا بإذن الله في الكورس. عمر جابر خلال المرحلة اللي جاية، خلال الماتشات اللي جاية، هيكون له تواجد داخل الفرقة، ولا يمكن خلاص عمر جابر اتنقل لبازل؟ فانت حضرتك شايف دي ازاي؟ اكيد عمر ابن من ابناء الزمالك وموجود في نادي الزمالك، وحازم سوري عمر هو كان بيشتكي من إصابة بس، فاحنا طبعا خايفين عليه، وانا عموما يعني عمر لو موجود في نادي الزمالك واشتكى من اي حاجة انا ما بلعبش حد مصاب يعني. احمد حمودي اخيرا، ايه مشكله احمد حمودي للناس كلها يعني؟ النهارده احمد حمودي خارج الفريق ليه، وكان في اساسي في الماتش اللي فات؟ مفيش، احنا بنحاول ان احنا بس احمد حمودي موجود وهيبقى موجود الفتره الجايه وليه دور كويس في نادي، بس بنختار العناصر اللي هي تتماشى مع المباراه بس. اتمنى لك التوفيق يا كابتن محمد. شكرا. كابتن سيف، وده كان لقائنا مع كابتن محمد حلمي المدير الفني لنادي الزمالك.